حسين سعد. مساء الخير حسين. سمير حكيت قبل البريك عن الانفصال وقلت والسبب بعد البريك، شو سبب انفصالك حسين؟ لبن المعزة. شو يعني؟ يعني لبن المعزة تعرفه أكيد. ايه هو السبب، سبب انفصالك. ايه بديت القصة بلبن المعزة. كيف يعني بلشت لبن المعزة؟ يعني انه هي ما بتاكل لبن معزة وانا بحب لبن المعزة، فانا حبيت اعرف ليش ما بتاكل لبن معزة. ما بتحبه؟ اوكي بس ما انا مجربيته. حدا قايل له مش طيب. ايه بس حرة ما تحبه. ايه ما اختلفنا وانا موافق على الرأي. إيه؟ اكيد كل انسان حر برأيه. ايه فحبيت ذوقها انا لبن المعزة بطريقة غير مباشرة، بدل ما تاكل صحن اكلت اثنين بس، هي اساس لبن بقر وهو لبن معزة بس مش لبن، لبن مطبوخ يعني. ايه فبعدين انا عم بشرب شاي خبرت انه هذا لبن معزة. لما عرفت لبن معزة اتضايقت انه صار عنده وجع وصار عنده ما بعرف شو، انه هو ما في شيء بس انه عم بوصل لك فكره في حياه في هي اتضايقت من المبدا يمكن لانه انت خدعتها. بس انا ما خدعتها، انا خليتها تجرب شيء هي كرهنته بدون سبب، ما انا مجربيته. هل هي عم تاكل ما حاسه بالطعمه؟ لا 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 لا، ما هذا اللي هون انه بدك تقهرني انه انت بتكرهي، بس عرفيته شو هو؟ ما انا مجرب، لو مجربيته اوكي خلص ما في مشكله. او جربت انت او انت جربت عليها شيء هي رافضته مش انت الا ما تعترضي. ما تعترضي على الشيء قبل ما تجربيه، عم بوصل لها هي الفكره. بس اليوم الرجل بياخذ زوجته بده يربيها او بيتعايش هو وياها، بيحترم طباعها وبتحترم طباعه. اوكي هلا اذا بدك نحكي عم وسع اكثر مثل ما حضرتك عم بتقول، نحن انا فيني اقول لك الانسان الرجل وخصوصا الرجل الشرعي هو معروف شو ميزاته بالدنيا. شو ميزاته؟ عرفت كيف؟ هو معروف بحب حب السيطره، بحب الحياه، بحب انه هو يكون الكبير. يعني انت بدك تسيطر يعني من خلال لبن الماعز كان بدك تسيطر عليها. لا بس الانسان الرجل اللي بحب يعمل هيك بده يكون عنده عقل واعي يتحكم فيه، مش هو يتحكم برغباته وبهيدي. هذا الرجل الشرعي اعطيتك فكره عنه واعطيتك فكره انه لازم يكون عنده عقل واعي. وانت رجل شرعي بس واعي بدك تسيطر. انا ما سيطرت، انا عم بقول لك انه حبيتها تشوف الشيء اللي هي كرهانيته تجربه بطريقه غير مباشره، وجربته واكلت ولقيتهم طيبين. وبعدين لا ما هون الموضوع انه انا ليش بدي ابني على شغلي ما انا عارفها، ما فيني ابني على الشيء، بعرف الشيء وبعدين اوكي يا بكرهه يا بحبه. فانفصلته؟ لا لا هلا بعدين. ايه وانا رافض شغلي كليا يعني. بس انا اليوم ما عم بفهم ليش انت بسبب لبن الماعز انفصلته. يعني قريت يعني بالهافينغتون بوست نقلا عن العربيه طلقوا اثنين كوب لانه هو بياكل البازيلا بالشوكه بالخبز وهي بتقول لا كله بالشوكه. بامريكا نيويورك تايمز قالوا في كوب كمان ثنائي طلق لانه كل يوم بتقدم له التونه. انت امتى انفصلت؟ لانه ما بتحب لبن الماعز. نحن بلبنان هي ذاتها يعني. ايه؟ فيك هلا تقرا هي جديده انه نحن كرمال لبن الماعز طلقوا. بس انت انفصلت عنا بسبب لبن الماعز؟ لا اكيد صار في اشياء بعدين من ورا هيدي. السبب الرئيسي هو انه انا خليتها تاكل لبن معزه تجربه وهيك، فحبت ترد لي اياها. ردت لي اياها بشغلي انا برفضها كليا، رفضها كليا ابدا. شو هي؟ انه في مشوار في مكان معين انه برفض تروحي عليه بغيابي. انا بكون كل يوم بتروحي ما عندي مشكله بس بغيابي برفضه. فراحت مشوار ورجعت وبيتت ليلي ورجعت وانا ما معي خبر. يعني لبن الماعز كان مخبى تحته مشاكل اخرى تفجرت بلبن الماعز؟ هي ما كانت مخبيه، هي صارت عناد. ومثل ما بيقولوا انه انت عملت هيك انا بدي اعمل فيك هيك. يعني هذه ما بتصير. نعم. شكرا لك حسين.